مشاهدين ومتابعين كايرو لايف قناة الكهرباء 24، اهلا وسهلا بحضراتكم من محافظة الاسماعيلية وتحديدا من تحت منزل سارة الحاصلة على المركز السادس على مستوى الجمهورية ادبي. وزي ما حضراتكم شايفين افراح عارمة تحت منزل سارة، تمام، منتظرين سارة تجهز وتحت منزلها تحديدا، منتظرين اصدقاء والدة سارة موجودين هم. السلام عليكم، تعرف حضرتك؟ مع حضرتك استاذه نانسي المدرسه الصغيره زغلول، واحنا زملاء والده ساره. زملاء والده ساره. والده ساره في الشغل. عرفتي امتى؟ والله هو تقريبا حد بلغهم من الوزاره، اتصل بيهم وهي بعتوا الخبر على جروب الواتس بتاع المدرسه. قلنا شعورك لما عرفتي وانت صاحبتها. والله بقول لحضرتك انا دموعي نزلت طبعا من الفرحه، ربنا يبارك لها فيها يا رب. انا شايفك انك انت شغاله. ربنا يبارك لها فيها، لان فعلا فرحه، يعني فرحه كبيره لينا كلنا، كلنا اخوات وكلنا اسره واحده واولادهم ولادنا. فبأمانة ربنا يفرح قلوب الناس كلها ويطمن الناس كلها يا رب. ألف ألف مبروك يا سارة. مبروك. أنت تقربي إيه سارة؟ صاحبة مامتها. صاحبة مامتها. طبعا. أنتوا جايين دلوقتي تحت بيتها عشان تحتفلوا معاها. طبعا عشان نتغرب لها طبعا ونفرح بيها. طب شعورك إيه لما عرفتي بنجاح سارة وتفوق سارة، كنت متوقعة؟ مبسوطة طبعا طبعا إن شاء الله، طبعا كل حاجة عند ربنا طبعا كبير، هي تستاهل كل خير. تستاهل كل خير والله. مشاهدين ومتابعين كايرو لايف قناة الكهرباء 24، اهلا بحضراتكم من محافظة الاسماعيلية وتحديدا من امام منزل سارة الحاصلة على المركز السادس على مستوى الجمهورية ادبي. واحنا منتظرين خروج سارة من المنزل، تقريبا هي بتجهز حاليا، لاننا واقفين تحت المنزل مع صحاب والدتها زي ما حضراتكم شايفين، فرحانين لسارة وجايين تحت البيت، تمام، بعربياتهم وفرحانين لسارة. واحنا تحت البيت حاليا بنرصد حضراتكم الفرحة، تمام، ومن تحت منزل سارة. كلنا زي ما حضراتكم شايفين في انتظار سارة. احنا اول ناس بنحتفل بسارة الاولى على الثانوية العامة. مشاهدين ومتابعين كايرو لايف، احنا اول ناس جايين نبارك لسارة من تحت منزلها ونقول لها مبروك ونعرف اسباب تفوق سارة. اليوم السابع بشارك اوائل الثانوية العامة. زي ما حضراتكم شايفين اصدقاء والدة سارة في انتظار خروج سارة من المنزل. سارة علاء محمد عبد الحليم الاولى على الثانوية العامة بمحافظة الاسماعيلية والثالث على معانا داخلين على والدة سارة. الف 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 مليون مبروك. الله يبارك فيكم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. حضرتك كنت متوقع ان تفوق سارة؟ الحمد لله، هي ده الله يبارك فيكم. تسلم. الحمد لله. عرفت من فين يا استاذ علي؟ من وزير. الوزير من المؤتمر يعني. الحمد لله. لا من وزير والله. كنت تتوقع ان هي تجيب؟ الحمد لله. الحمد لله. كلمني عن سارة بقى. هي ما شاء الله ملتزمه وتعرف ربنا وان شاء الله، ويعني مجهودها انها التفوق كان زياده يعني. حصلت على مراكز قبل كده؟ لا في الاعداديه في الابتدائي. كلمنا كانت بتذاكر كام ساعه في اليوم سارة؟ اللهم صل على النبي. يعني مع الدروس كان بعد مثلا ممكن انا شايف الفرحه في عينك يعني. الحمد لله فرحتنا قوي. كانت بتاخد دروس؟ طبعا خدت بعض الدروس طبعا، لان المدرسه طبعا كانت يعني. ليه اختارت ادبي؟ هي حب الادب من اعداديه، هي بتحب الوالد. باكد لحضراتكم معانا الاستاذ علاء محمد عبد الحليم والد سارة علاء محمد عبد الحليم الاولى على محافظه. هي سارة فين يا استاذ علاء؟ استاذ علاء محمد عبد الحليم. انتم شايفين استاذ علاء محمد عبد الحليم والد علاء عبد الحليم الحاصله على المركز السادس على مستوى الجمهوريه الاول على مستوى محافظه الاسماعيليه. وزي ما حضراتكم شفتوا والد
والدة سارة من دموع البحر. سارة محمد عبد الحليم الأولى على سواء العمليين في مصر. طبعا هناخد حوار مع والدتها. اهلا الف مبروك الف مليون مبروك لساره شرفتنا نسمع عليها كلها صوت بقى لبنتك الف مبروك انا بنت فرحتها عرفت ازاي يا ساره بعد الحمد لله من سياده الوزير بيتكلم الحمد لله كنت متوقعين الحمد لله ما كنتش متوقع بقول لحضرتك ان بيت ساره بيت ساره وبينها وبين المدرسه يعني ما فيش مترين يعني مشاهدين تهاني كبيره جدا من الاسره واصدقاء الاسره وزميلها مشاهدين ومتابعين كادوار في قناه الكهرباء 24 وادي ساره وفرحه اصدقاء وادي ساره ساره كانت بتذاكر كام ساعه بقى قول لنا كده في اليوم؟ لا مش ساعات معينه يعني الحمد لله. هي كانت بتقضي اليوم ازاي بقى؟ الحمد لله يعني هي كانت من احسن حاجه فيها الحمد لله ان هي كانت منظمه وقتها كويس قوي. حتى كانت عامله وقت برده للراحه وقت تقعد شويه نت يعني دي كانت احسن حاجه فيها مش حاجه حد يقول لها ذاكري. كنت متوقع ان هي تحصل على مركز على مستوى الجمهوريه؟ لا بصراحه يعني خالص. كنت بحلم ان على مستوى اسماعيليه دي كانت حاجه كبيره. نفسها تطلع ايه بقى؟ نفسها تطلع ايه؟ هي نفسها تدخل اي حاجه فيها لغه ده كان حلمها اي حاجه فيها لغه الحمد لله عشان كده دخلت ادبي الحمد لله. كان عندها نفس التوتر الموجود ايام امتحانات الثانويه العامه؟ ولا كان في ثقه بقى؟ طبعا كانت بتيجي من رد فعلها ايه على الامتحانات بقى؟ الحمد لله كانت بتيجي من رد فعلها خوفتها بشكل طبيعي. اللغه العربيه والالمانيه كانت جايه يعني مرعوبه منهم جدا. هسالك بقى باعتبارك معلمه واحدى يعني العاملين في منظومه التربيه والتعليم الحمد لله ايه رايك في امتحانات السنه دي؟ يعني هي مختلفه بصراحه هي مختلفه في كل المقاييس يعني عن اي سنه قبل كده يعني يعني هي الافضل ولا العوده للنظام القديم؟ انا يعني اي حاجه من جديده احنا بنادي بيها بس ساره لو سمحت في تطور في الحياه كمان بس يعني كان في ظروف اصلا في البيت كمان دي احكي لنا بقى لا مش هقدر احكي لا مامتها تحكي ايه الظروف دي بقى ايه الظروف بقى قولي كنت عامله عمليه كبيره شويه يعني سلام عليكم ساره 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 مليون مبروك تعالى يا بابا مليون مبروك يا بابا يعني فرحة العمر و سارة يا جماعة معانا على الهواء مباشرة مشاهدي تلفزيون سارة معانا مشاهدي كادو لايف 24 سارة حاصلة على المركز الثالث لا أصل عمالة تريش كنت مصدقة وشفت صورتي بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله سارة مذاكرة كام ساعة يا سارة؟ كنت بتذاكر كام ساعة؟ حوالي 8 أو 9 ساعات يعني في اليوم خدي نفسك يا سارة ما تخديش يا سارة مبروك مليون مبروك يا بنتي عرفتي من فين يا سارة؟ أنا كنت فاتحة اللايف بتاع الوزير على اليوم السابع طبعا اه كنت متوقعة بابا؟ دايما اليوم السابع في المنازل كنا متوقعين يعني ممكن يبقى مركز على اسماعيليه بس ما كناش متوقعين المفاجاه دي يعني الحمد لله مفاجاه كبيره شويه امتحانات السنه دي كان سهل ولا صعب يا ساره؟ يعني كانت متوسطه بس الحمد لله ايه رايك في النظام الجديد بتاع الثانويه العامه؟ والله الحمد لله كان كويس يعني؟ لو في رساله عايزه تقوليها للوزير تقولي ايه؟ احنا هنبني يعني ربنا بصي لي هنا يا ساره بص الكاميرا بقى يعني النظام تعود عليه شويه ما كناش متعودين عليه يعني اتعودنا عليه يمكن شويه اوف انت سارة ماما صرفوا معاه في الكاميرا اوف اوف انا جنبها لو في رساله عايزه تقوليها لبابا وماما بصي ماما بصي بابا بصي بابا بصي دي بركه دعواتهم والله بفضل ربنا الف مبروك يا حبيبتي الف مبروك عايزه تقولي ايه لبابا وماما قول لنا رساله رساله وزن اشكرهم لان هم تعبوا معايا قوي السنه دي والله بيحملوا كتير قوي الحمد لله لو في رساله عايزه تقوليها للطلبه في السنوات اللي جايين في الثانويه العامه تقول لهم ايه يا ساره؟ يعني يحاولوا يجتهدوا على قد ما يقدروا حلوا اسئله على قد ما يقدروا وما يخافوش ان شاء الله يعني الدنيا هتعدي هتدخلي كليه ان شاء الله بقى في الامس حاجه فيها لغه يعني يا ساره انت مامتك كانت عامله عمليه وكان عندك ظروف في البيت هل ده اثرت على امتحاناتكم ذاكرتك؟ لا انا كنت بحاول بس هم كانوا بيشجعوني وبيحاولوا يكتشفوا ان في اي حاجه وبيحاولوا يطمنوني يعني مبلون مبروك يا ساره وصف لنا الفرحه ورسالتك للطلبه بقى يعني الحمد لله الحمد لله انا مش مصدقه والله فضل ربنا ربنا ودعواتهم هم والله يعني الحمد لله حد كلمك الوزير كلمك وكيل الوزاره كلمك اه وكيل الوزاره كلمني وكيل الوزاره كلمني اه اه كمين انت مدرستي يا ساره قلت لنا انتوا بينك بينك وبين المدرسه مترين يعني الموضوع ده كان يعني حاجه جميله كان مريح ايوه ماما كان بتساعدك بقى في المذاكره ماما اه لا اعتبرها معلمه طبعا يعني اصعب ماده كان عندك ايه بقى والله هو ماده معينه بس انا كنت عشان بحب اللغات فكانت بالنسبه لي اسهل اه لغات هنا صراحة حصلت على مراكز قبل كده في الإعدادية في الإبتدائية المراحل التعليمية المختلفة؟ لا كان على المدرسة مثلا أو كده بس يعني كجمهورية لا اه
انت مدرسه حكوميه والوزير اكد على فكره المدرسه الحكوميه، المدرسه الحكوميه بتختلف عن المدرسه الخاصه بالتعليم بصراحه؟ يعني ما لا مش قوي يعني مش قوي. مشاهدينا ومتابعين كادو لايف قناه كادو 24، نحن الان مع صاله الحاصله على المركز الثالث على مستوى الجمهوريه ووالد صاله. صاله كادو 24 بتقول لك الف الف مليون مبروك. صاله كلمينا شويه، صاله شعورك ايه واحساسك ايه لما عرفت انك انت حاصله على مركز؟ والله قعدت يعني شويه عماله فرش مش مصدقه، بس يعني الحمد لله والله يكون فضل ربنا. كنت بتذاكري كام ساعه في اليوم يا صاله؟ يعني حوالي 8 ساعات او 9 ساعات. 8 ساعات. كنت عامله جدول زمني ليكي في المذاكره ولا؟ كنت بتاخدي كام درس؟ لا كنت باخد دروس في المواد. بتاخدي دروس كلها. اصعب المواد اللي قابلتك ايه يا صاله؟ هو ممكن يبقى التاريخ شويه، بس بالنسبه لي انا الاسهل كان اللغات يعني. الطلاب بيقولوا على الثانوية عامة بعبع، فهي كانت عند صالة بعبع؟ لا الصراحة كان بعبع كان بعبع يعني انت كنت شايفاها كده؟ كنت خايفة الصراحة شوية. كان في طموح واهداف عندك عايزة تحققيها؟ شايفة نفسك ايه يعني تخش ايه كلية ايه؟ انا عايزة ادخل حاجة فيها لغة او ألسن او كده، كنت عايزة ابقى مترجمة او كده يعني حابة اللغة. وصلتي لطموحك واهدافك ودي فرحه، احنا بنقول لك مبروك 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 لحصولك على المركز الثالث على مستوى الجمهوريه، ومبروك لوصولك لهدفك وطموحك. محتاجين على شاشه وقناه كهرباء 24 تقولي رساله لاصدقائك الطلبه اللي هم رايحين على مرحله ثالثه ثانوي والسنه الجايه. هم الموضوع يمكن يبقى مخيف بس يعني ان شاء الله ربنا يكرمهم، لو تعبوا حلوا على قد ما يقدروا وما يخافوش من النظام يعني ان شاء الله هم هيقدروا. هيقدروا لو حبوا يعملوا حاجه ويجتهدوا هيوصلوا لها ان شاء الله. يا ساره مصر كلها بتهنيك على يوم السبت، احنا بنتفرج علينا دلوقتي اكتر من 30,000 واحد وناس كلها عماله تبارك لك ومبسوطين جدا. فرحه انت 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 مثال للبنت اللي يعني اللي اتهدت. الحمد لله احكي لنا بقى. ربنا الاول هو فضل ربنا. انت عامله جدول ولا بتذاكري ازاي يعني؟ عامله جدول يعني. كان اصعب ماده ايه بالنسبه لك يا ساره؟ ممكن يبقى التاريخ شويه. التاريخ كان صعب؟ بس هو يعني مشاهدينا ومتابعينا كادو 24، نحن الان مع صاله الحاصله على المركز الثالث على مستوى الجمهوريه والاول على مستوى محافظه الاسماعيليه. وزي ما حضراتكم شايفين صاله واحتفالات تحت منزل صاله من اصدقاء والدتها. طب الامتحان كله اشتكى منه، قال موضوع ان هو ما جاش من الكتاب ولا جه من الدروس، انت حليت ازاي؟ هو انا يعني هو ما فيش حاجه كانت شبه الكتاب او الدروس، بس هو انا حل اسئله فتقريبا جه اسئله برضو قريبه منها شويه او نفس حاولت احل على قد ما اقدر. المنهج حفظ ولا فهم وادراك يا اسطى؟ لا هو ما كانش فيه حفظ خالص خالص يعني. النظام الحالي للثانويه العامه اللي انت طبعا امتحنتيه، نظام كويس تنصحي باستمراره ولا شايفاه ازاي؟ والله هو انصح باستمراره، بس يعني ممكن يبقى مع تعديلات او كده. او تعديلات زي ايه يا ساره مثلا؟ يعني ما نبقاش مره واحده كله يعني، احنا عايزين نبقى متعودين شويه قبلها على النظام الاسئله او النظام. بعض الناس قالوا بعض زمايلي في الطلبه كانوا بيقولوا لنا نرجع للنظام الورقي، انت شايف النظام الورقي ده كويس ولا النظام ال هو ما كانش كويس قوي لان برضه كان معتمد على الحفظ قوي. يعني النظام ده مش وحش بس هو كان محتاج يبقى. مشاهدينا ومتابعين قناه الكهرباء 24 ومعانا والد صاله بنقول له الف مبروك. كنت متوقع تفوق صاله؟ هي ما شاء الله اجتهدت وتعبت وانا توقعت ليها التفوق الحمد لله، بس ان الثالثه على الجمهوريه دي شيء جميل. كانت مفاجأة بالنسبة لك. قول لنا عرفت الخبر ده منين؟ من يوم السبعة الوزير. من الوزير؟ صورته جنبها كده وفي عشان يبارك للمتفوقين على الهواء، دي كانت جميلة قوي. ما شفتها. طب قول لنا بقى يعني بعض أولياء الأمور بيشتكوا من الطلاب اللي الثانوية عامة عشان الضغوط والمصاريف وكده، كلمنا عن صورة، هل هي كانت تعباك؟ لا هي بمجهودها وان انا شايف فيها انها عايزه تبقى شيء وعايزه تجتهد وتفوق، هي كانت بتسهل عليا الضغوط دي يعني، انا شايفها مجتهده وكويسه وملتزمه وقريبه من ربنا وكل حاجه دي توسمت فيها الخير، فانا كنت معاها يعني لاخر لحظه ما تعبتش معاها لان كنت حاسس انها كويسه بفضل الله. احكي لنا عن صاله في البيت ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها.
ان شاء الله زي ما انت شايفها دي حضرتك شفتها. ربنا 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 يبارك لك فيها. حلوه ومؤدبه وطيبه وكده يعني نسبه في البيت ربنا يكرمنا فيها. الف الف مبروك قناه الكهرباء 24 بتقول لك الف الف مبروك لساره وربنا يبارك لك فيها وتشوفها حاجه كويسه في المسابقه باذن الله. مشاهدين ومتابعين كادو لايف قناه الكهرباء 24 كنا في حوار مع والد ساره الحاصله على المركز الثالث على مستوى الجمهوريه والاول على محافظه الاسماعيليه ادبي مستمرين مع حضراتكم. فالحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله ما يعني ما ضيعش تعبها الحمد لله. مبروك يا فرحه ما بعدها فرحه يعني ساره علاء محمد عبد الحليم الاولى على الثانويه العامه قسم ادبي فخورين بيك انا فخور بيك ان انا بسجل معاك وان احنا كنا انفردنا باللقاء معاك يعني اتاخرت علينا ليه بقى؟ ما كانتش مستعده بس مفاجاه ساره ما كانتش متوقعه ان انت تكون موجوده يعني الحمد لله. ساره قولي لنا عن الصعوبات اللي قابلتك خلال السنه يا ساره. هو يعني ممكن تبقى بعض الاسئله او بعض يعني الموضوع كان كتير شويه بس الحمد لله يعني ده في الامتحان ده بخلال السنه بقى هو ممكن يبقى برضو كلمينا شويه بما ان والدتك جنبك كلمينا شويه بقى على والدتك في البيت كانت بتتعبك بقى وبتخليكي تشتغلي معاها وبتاع ولا موفره لك المناخ ولا موفره لك مناخ كويس والله كانت مشجعاني قوي وبتحاول تجديني باي طريقه يعني هي وقفت جنبي اكتر حد والله هي وبابا الحمد لله الحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله الحمد لله مشاهدينا ومتابعين كايرو لايف قناه الكهرباء 24 نحن الان مع ساره والدتها ساره الحاصله على المركز الثالث على مستوى الجمهوريه والاول على مستوى محافظه الاسماعيليه ادبي وزي ما حضراتكم شايفين افراح 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 احلى شخروطه دي عشان ناخد لايف فيديو ناخد صوره فيديو ألف مبروك يا جماعة. المديرة معاها بقى. سامع حضرتك يا ابو حسام معاها. المديرة يا سارة. شايفين مديرة المدرسة. ألف ألف مبروك. مديرة مدرسة الزهور بنات. حضراتكم شايفين مدرسة مديرة مدرسة الزهور بنات جت حضرت عند سارة لتبارك لها طبعا وفرحة زي ما حضراتكم شايفين. واضح حضراتكم في الصورة. كلمينا عن سارة بقى الله. اسم الله عليها سارة بسم الله ما شاء الله. ربنا يحميها ويخليها لبابا ومامتها. سارة يعني انا عارفه ان هي كنت في مدرسه صفيه مش كده؟ لا انا كنت في الشيخ زايد بسم الله عليها. لا والله انا شفتها في مدرسه صفيه. اه طالما بس كم في المية بلا أسامي؟ مش 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 مشاهدين ومتابعين كادو لايف قناة الكهرباء 24 نحن الآن مع سارة الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية والأول على مستوى الإسماعيلية وأفراح عالمة تحت منزلها. مدرسة الزهور حمراء وهي مدرسة يعني رائدة في المتفوقين دايما بيطلع يعني خمسة من 10 أوائل ممكن يطلع ثلاثة أو أربعة. السنة دي شرفتنا سارة بإن احنا نصعد. مشاهدينا ومتابعين كادو لايف قناة الكهرباء 24 شكرا لحضراتكم على المتابعة كان معكم من محافظة الإسماعيلية إبراهيم الكيلاني مراسل قناة الكهرباء 24 والسلام.